السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز. الحد اللي فات عرفات الخرجه ديال خريبقه احدث شغب باسم الرياضه. هادشي كيدفعنا اليوم اننا نناقشوا الموضوع ديال الشغب خارج الملاعب. اما في الفقره ديال جلوبوز مع خالد نهضروا على المواقع الالكترونيه الرياضيه. اذا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد. اذا موضوع نقاش اليوم يكون حول الشغب داخل وخارج الملاعب. من اجل هادشي كامل كنستضيفوا الضيوف ديالنا اللي نتعرفوا عليهم دابا نيت مع اول ضيف اللي على يميني واللي هو السي محمد الجمالي. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. بالنسبه للجمالي محمد 39 سنه طبيب وعضو مجموعه الترا ايجلز احدى الفصائل المشجعه لفريق نادي الرجاء الرياضي. مرحبا بك معنا سي محمد. معنا كذلك سي محمد بوسفور. من يكون سي محمد بوسفور؟ نشكركم على الدعوه الكريمه باسم السيد المدير العام الوطني محمد بوسفور مراقب عام بسلك الشرطه رئيس قسم الامن الرياضي بمديريه الامن العمومي مديرية العامة للأمن الوطني. مرحبا بك واكيد الراي ديالك يكون مهم في هذا الموضوع وكيشرفنا انك تحضر معنا في بلاطو جينيراسيون نيوز. معنا كذلك حمزه مشجع وداديك. الاسم هو العوني حمزه 26 سنه طالب جامعي عضو من الالترا وينرز من فريق الوداد الرياضي. مرحبا بك حمزه معنا. معنا كذلك سي هشام. من يكون هشام؟ هشام رمرام صحفي رياضي. مرحبا بك. بارك الله. كتكتب مع منابر اعلاميه وهذه فامارس منذ تقريبا 15 سنه ويعني بطبيعه الحال فكتابات كانت مجموعه من المؤسسات وكذلك اشتغلت مجموعه من المؤسسات والان كاين هناك كذلك توجه اخر اضافه للممارسه ديال الصحافه فهناك الانتاج السمعي البصري. بلا ما نسولك على اين فرقه كتشجع. بلاش واخا غادي نبداو مع الفقره التمهيديه اللي كتخص الويب كتخص انترنيت وغادي نبداو بكود جول ويب. كود جول ويب اسم على مسمى كود جول يعني شي حاجه ما كتفرحش. وقعت هذه السيمانه وقعت نهار الاربعاء هي الاحداث الداميه والارهابيه اللي وقعت في فرنسا في العاصمه باريس على اثر الهجمات الارهابيه اللي عرفتها الجريده شغلي ابدو. والكود جول ديالنا كود جول ويب هو هاشتاغ كيل اول مسلمز. هاشتاغ كيل اول مسلمز الا جينا نترجموها كتعطي قتل جميع المسلمين وهذه اسلاموفوبيا حقيقيه. الاسلام كنعرفوه دين السلم التسامح والسلام على اثر هذه الاحداث الارهابيه على الجريده الفرنسيه شارلي ابدو. كانت في تويتر بلا ما نهضروا على فيسبوك حاجه اخرى على تويتر اكثر من 120 الف تغريده بهذا الهاشتاغ باستعمال هاشتاغ قتل جميع المسلمين او هاشتاغ كيل اول مسلمز. هذا الشيء بيان سور هو تحريض على العنف وتحريض على القتل وتحريض ربما كذلك على الارهاب. وعلى اثر هذا الشيء كامل كذلك كانت بزاف ديال الهجمات في بعض المدن الفرنسيه على مساجد. ما خصناش بطبيعه الحال ان نختزلوا جميع المسلمين في واحد منهم اللي ربما ما مزيانش ولا دار حاجه ما مزياناش. واجابه على هذا الشيء كامل كاينين بزاف ديال مستعملي تويتر المغاربه وغير المغاربه المسلمين وغير المسلمين اللي جاوبوا على القضيه باستعمال هاشتاغ جو سوي احمد. احمد هو الفرنسي المسلم اللي مات والبوليسي اللي كان مات في الهجمه ديال نهار الاربعاء على الجريده. تبعتوا معنا هذا الخبر سي محمد ولا سي بوسفور؟ تفضل سي جمالي. الكلام اللي نقدر نقول هو انه هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه بالاسلام ولكن هذا الشيء كيعطي لقمه لهذوك الناس اللي كيتصيدوا باش ينتقموا من الاسلام لانه كتعطيهم فرصه انهم يبينوا ان الاسلام خير او انهم ينتقموا من ذوك المسلمين وغادي يكون اللي غيأدي الضريبه هما المهاجرين تماك. سي بوسفور كلمه على هذا الحدث. بالنسبه للارهاب بجميع اشكاله هو مدان في جميع الديانات السماويه والديانات وجميع المفكرين وجميع الاتجاهات اللي كاينه في المجتمع هي بالضروره تجي في صف اتصال لقيم الحريه وقيم المساواه وقيم العدل. ان شاء الله. وهذا الشيء كيدفعنا نقولوا ان مثلا وسائل الاعلام الفرنسيه ولا الاوروبيه ولا الامريكيه انهم يهتموا بالموضوع وماشي يجيبوا واحد اجنبي ما عندوش علاقه ولا ما كيعرفش الاسلام ولا غير سامع عليه باش يهضر عليه في المنابر الاعلاميه. دابا ندوزوا هذا الكود كول ونمشيو الكود كور شي حاجه شويه نبردوا على راسنا بها واللي هي اكيد تبعتوها على انترنت هي كود كور ويب. كان يمكن لها تكون كود كول ولكن حنا اختارينا
انها تكون كود كور، وهي واحد الفيديو كليب، واحد شريط مصور ديال واحد الفنانه سميتها نعيمه، كتهضر على كاس ديال اتاي او الشاي بالنعناع. الا كنتم كونيكتين ما يمكنش تكونوا ما شفتوش هذا الفيديو كليب، كليب رائع ديال هاد الفنانه نعيمه، واللي هي مبتسمه وعفويه، ويمكن عفويه اكثر من القياس. تفرجوا. C'est très bon. Pour le serveur, je t'attends. Autour de Guilis fait maison. Le thé, le thé, le thé. Le thé à la menthe est un savoir. Son décor est un grand art. Qui éblouit le regard des passants. Attire beaucoup de clients. Achaye Benana. Le thé à la menthe est une histoire qui dérive de l'Asie vers l'Orient. Il marque le cœur de plusieurs amants. Le thé, le thé, le thé. كما شفتوا ابداع قوي، لو تي لو تي لو تي، وكلمات زعما معبره وربما هادفه، وخا عزيز علينا اتاي ماشي لدرجه انه يكون هذا الفيديو كليب. المهم هذا الفيديو ولا هذا الكليب دار البوز هذه السيمانه كامله، وخا تبوستا على يوتيوب نهار لو 2 اوت اللي داز ديال العام اللي فات، دار البوز مؤخرا وبزاف ديال المواقع الالكترونيه كتهضر عليه. دونك هي الفنانه نعيمه اوتور كومبوزيتور انتربريت. هذا الفيديو شافت اكثر من 400,000 مشاهده، 400,000 مره، وبزاف ديال مستعملي فيسبوك وتويتر استهزؤوا نوعا ما بداك الطابع الهزلي اللي معروف عليهم. قال لك هذه هي سينا الثانيه، هذا ثقافه جديده. وفي يوتيوب كانوا بزاف ديال لي ديسلايك، كانوا تقريبا شي 4,000 ديسلايك، وبينما لي لايك كانوا غير 400، شي كيعبر على نفسه. سي هشام تبعتي هذا الكليب؟ بطبيعه الحال، فقبل ثلاث ايام تقريبا يعني طالعت عليه، ويمكن انه كما قلتي دار لو بوز، فهي دارت لو بوز بطريقتها، انتفقوا معها ولا ما انتفقوش معها. فشفت انه كاين سيل ديال الانتقادات، بزاف الناس انتقدوها، ولكن مساله ديال الابداع فكنظن انها كتبقى ذوق، لان كاين اللي يمكن يبان ليه كما قلتي كليب قوي ويبان ليه ابداع قوي. لا حيت كاين واحد التقنيات زعما مستعمله بطبيعه الحال الكليب، ولكن يمكن طريقه الالقاء الغناء الى ممكن نسميه بحال هو اصلا حتى الموضوع مثير، لانك تغني على اتاي بالنعناع، ويعني شويه ثاني ولينا في اشياء اخرى، فكنظن انه بالفعل دار لو بوز. حمزه هذا الكليب عجبك ولا ما عجبكش؟ الكليب عجبني، ولكن هذه تقول لها تقول لها سينا الثانيه. هذا هو اللقب ديالها الجديد، الثانيه سينا الثانيه. تبارك الله عليها، وتحيه للشجاعه ديالها. دابا غادي ندخلوا في صلب الموضوع. الموضوع اللي جينا على قباله اليوم هو الشغب خارج الملاعب. قبل ما نلونسيو لو زابينغ اللي كنفتتحوا به النقاش، كنسولكم على الشغب، شغب الملاعب في كلمه، وفقط في كلمه واحده بالنسبه لك سي محمد. بالنسبه لي نقدر نلخصو في واحد الخطر، خطر يداعم المجتمع. بالنسبه لسي محمد بوصفر؟ آفة. ماشي جمهور. ماشي جمهور. هشام؟ الخطر اللي يمكن اننا خصنا نحتاطوا منه. فينا هي اذا الروح الرياضيه؟ ملي كنشوفوا التكسير، ملي كنشوفوا العنف، ملي كنشوفوا الشغب، شغب داخل وخارج الملاعب. موضوع الحلقه الارهاب الرياضي. زابينغ. هذا الفينومين اللي كيظهر دابا في الشوارع ديالنا خايب بزاف. من هنا فاش كيمشي سيبورتي شي فرقه بحال الوداد والراجا، ماشي كيمشي باش يتفرج ويستمتع شويه مع العائله ديالو والصحاب ديالو، كيمشي باش الله يخرب بحال قلتي الطوبيسات، كينوض الرعب في الزنقه، بنادم ما كيرتاحش على خاطره. ما عرفناش بنادم منين خرج، تخلعنا، حتى الطوموبيله ديالي كلها تشخشخات لي انا، الضربات هنا، ما عرفناش شكون هادو ماشي رياضيين، هادو ماشي الحب في الرياضه ولا في الكره، هادو اللي خرجوا داروا هذا المشكل. الغريب في الأمر أن عنف الملاعب خرج من الملاعب لينال من الأملاك الخاصة للمواطنين وفي العديد من المدن، بل الأدهى من ذلك تعرض حافلات بعض الفرق والجماهير لوابل من الحجارة من جماهير لفرق لا علاقة لها بالمباراة. الآونة الأخيرة عرفت مجموعة من الممارسات التي لا تمت بأي صلة في كثير من الملاعب وخارج الملاعب، حيث
شاهدت ان الشغب اصبح هاجسا اسبوعيا يقض مضاجع كافه المتدخرين. معلوم ان لدينا قانون وان هذا القانون سيطبق بصرامه في مواجهه كل من تسول له نفسه النيل من نظافه اللعبه. المشكل الأساسي هو أن الشباب يعاني من إحباطات متعددة، لأننا عرفنا المرتكب ديال الدفعة غالبا كما جاء على لسان أحد المتدخلين هما كيكونوا من المراهقين، من الشباب اللي مازال ما نضجش، الشباب اللي مازال في واحد المرحلة ديال السن الحرجة، مازال عنده واحد الفورة، عنده واحد الإحساس ديال القوة ديال التحرك. ثانيا كيكون تحت تأثير المخدرات، غالبا أن هذا الشباب كيكون تحت تأثير قراصم وهلوسة، وكنعرفوا الآثار ديالها لأن هي كتعطينا الباساج على كتعطينا المرور الفعل بواحد السرعة. اجتياح لأرضية الملعب وتهجم باللفظ والاعتداء على رجال الأمن في مشهد أساء للكرة الوطنية ولسمعة المغرب. كنظن أن الحل هو منع تنقل أي جمهور ديال أي فريق خارج الميدان. شي وحدين ما متلين جمهور وما مش بجمهور. عندهم المالقات، عندهم ذاك الحراق، عندهم السيوبة. إذا كان مصاب 50 واحد، 50 واحد يعني 50 أم، 50 أب، 50 أخ، 50 جار، 50 أخت، 50 ابن، 50 طفل، يعني تؤثر على نسيج مجتمعي كبير جدا. كارثة اجتماعية. تابعوا معنا إذن الحديث والنقاش ديال جينيراسيون نيوز اليوم واللي هو حول الشغب خارج الملاعب. في الفيسبوك الصفحة ديالنا هي جينيراسيون نيوز، أما في تويتر استعملوا هاشتاغ جينيراسيون نيوز وتفاعلوا معنا، تواصلوا معنا، عطيونا الآراء ديالكم. إذا كنتم مشجعين أو شباب مهتم بالرياضة وكرة القدم، عطيونا الآراء ديالكم، التجارب ديالكم مع هاد الظاهرة وهاد الآفة على المواقع ديال التواصل الاجتماعي. دونك السؤال اللي كنبداو به سي محمد هو شنو هي الصورة أو الكلمة اللي طارت الانتباه ديالك في الزابينغ؟ شنو نقول لك، الهضره بزاف كتجيب محلل، كتجيب صحفي، كتجيب، ولكن خص على ارض الواقع. هذا هو اللي كيبان لي، باش ما خصناش نهضروا بزاف، خص ندوزوا للفعل، فهمتيني؟ واخا نبقاو نهضروا ونديروا مئات المنتديات وهذا، الا ما صلحناش المجتمع ديالنا ما عمرنا ما غادي نحلوا نحيدوا من هذه الظاهره. وهنا ملي غنطرقوا لهم، ملي غنطرقوا للاسباب والمسببات غادي نقول لك علاش. يعني واخا تبقى تهضر على الاسباب وتبقى تقترح الحلول، شنو ما كاينش زعما شي حل؟ خص حلول جذريه، حلول جذريه اللي غادي خصها، كاين حلول في الانيه وحلول في المدى المتوسط وحلول في المدى البعيد. ملي غادي نقول حلول في المدى البعيد راه غندخل لك في التعليم، غندخل لك في المخدرات، غندخل لك في العائله، غندخل دونك خاصنا وقت باش حنا كما نقولوا هذا الجمهور عندنا يختار، باش نهضروا بالدارجه واضحه، باش هذا الجمهور عندنا يختار ويولي ماتور وما يبقاش يفكر يدير هذاك الشيء. مازال ماشي ناضج الجمهور الرياضي. الجمهور المغربي انا بالنسبه لي مازال ما يلا في مرحله المراهق، دابا الجمهور المغربي مراهق. يعني هادشي داز في اوروبا وداز هذا، والحل الان الناس طوروا وفوتوا داك الشيء، ولاو كيمشيو كيتفرجوا، كدوز المقابله بحال العرس وكيمشيو في حالهم. بالنسبه لك سي محمد، شنو هي قراءتك لهاد الصور اللي شفنا؟ واش تعكس في الحقيقه واحد الانطباع عام سائد في المجتمع، هو انه هادشي تزاد عن حده، وصل لواحد الدرجه ديال انه هذا العنف خصو يوصل انه نقطعوا معاه. شنو هي الاساليب باش تقطع مع هذا العنف؟ هذا خصو يكون واحد التلاحم ديال واحد المنظومه على إقية تدبيرية تشاركية تكون في المجتمع. يعني راه ماشي بالمقاربة الأمنية لوحدها أو المقاربة الزجرية العقابية ديال القضاء لوحدها كافية بالحد معاه. يعني كاين رواسب في الطفولة، كاين رواسب في التعليم، كاين رواسب في التربية، كاين رواسب مستدخلين آخرين، وكاين أدوار غائبة. تغيب مجموعة الأدوار خص كلشي يقوم بالدور ديالو. من تتشوف الأب وتجيب له واحد قاصر مينور وتعطيه ليه تقول له ولدك أش دار أش دار، تيقول لك خذو تخلي عندك. فبالتالي كاين واحد النوع من الاستقاله جماعيه تقريبا بعد مجموعه اسر تيستقلوا من الدور ديالهم، ما كاينش تحمل المسؤوليه، ما بقاش هو بالنسبه له ذاك الولد مشى للملعب كلا شرب ما عرفوش كيفاش دار، واش وصل، واش مات، واش وقع له شي مشكل، واش تعتقل، واش دار شي مصائب، واش وقع له، واش هو ضحيه، واش كاين واحد مجموعه استقالات من الادوار متعدده. فهذه الادوار كل واحد، يعني لان هذه الحاله هذه ما يمكنش نختزلها لك دابا في حلقه ونقول لك بانه استراتيجيه وطنيه لمحاربه الشغب غتخرج من خلال هذه الجلسه هذه.
فمجموعة الفاعلين انطلاقا من وزارة الوصية على القطاع، الجامعة الملكية لكرة القدم، وزارة التعليم، الإعلام الوطني، يعني الإعلام انطلاقا من الوزارة ومكونات الإعلام بمختلف مشاربه ومختلف أشكاله وتجلياته. فلا خلل من صاب واحد المعادلة طرف من أطراف هذه المعادلة هذه من هذه المكونات كلها اللي ذكرت، وخل لأن هذه سلسلة إذا كان فيها واحد العطاب معين قصها فبالتالي كل شيء لا خرج دري من المدرسة من حارف الهضر المدرسي فيش شلقوا في الملاعب شلقوا في 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 الفيراجات أصلاً قاصر مقصود في الفيراجات. أعطيني واحد واحد إحصائية وقول لي شكون المثقف هذوك، شحال من واحد متمدرس، شحال من واحد أستاذ، شحال من واحد طبيب، شحال من واحد كذا، تلقى بأنه كاين واحد الهضر مدرسي، واحد النوع من الانفلات، واحد النوع من ناس عندهم واحد وصلوا واحد المرحلة مع الإجرام، فبالتالي كاين الناس اللي تيجي بحال السوق الأسبوعي ديال سوق الأربعاء، سوق الخميس، سوق كذا، تيجي حتى هو التيران باش يصيد، باش يصيد، صيد شي بورتابل مع الزحام وكذا وتيختلق حتى الفتنة، وما كاينش التواعي هو ولا شي باش يسرق. خليني من الجمهور اللي باغي يجي تيحب الفرقه ديالو وتيموت على الفرقه ديالو وتيساندها وتيجيب الفرجه وجيب التيفو صار عليه شهر صار عليه في الديربيات او في الكلاسيكوات وكذا وباغي يجيب لك الفرجه وباغي يدخل ويحترم راسو ويعطي واحد الاضافه نوعيه لهذيك الفضاء ديال العمومي اللي هو الملعب. يعني مثلا هاد الشباب اللي كيدير اللي ممكن نسميوه اجرام لانه اجرام الشغب داخل وخارج الملاعب كي استعمل ديك حب الفريق ها سبا باش يمشي يقضي حاجته. كاين الحب الفرق كاين التعصب. والتعصب الشيء اذا زاد حديه انقلب الى ضده. بالتالي الناس واحد المجموعه ديال 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 الروافد اللي تغذي هذه المشاعر ديال التطرف. التطرف يعني هنا سموتي قبيله طرحتي واحد الكلمه الارهاب الرياضي او الارهاب الفرجاوي. فبالتالي كاين واحد النوايا غير حسنه واش واحد يخرج من داره هز موس. ما عم تتذكر انت ما عم تهضر. واحد جايب ديبلاسمون وغادي هز السلاح الابيض. شنو النوايا ديالو هذا؟ ما باغيش يتفرج. يعني واخا دير شورتي لكل مواطن، شورتي لكل متفرج. هي الخليه الامنيه ترافق. درنا واحد ربما نوصلوا لها في الحوار ديالنا، درنا لكل في كل خليه مغربيه على الصعيد 16 فرقه كاينه في البريمير ديفيزيون، وكل كل مدينه فيها واحد الخليه الامنيه ترافق هذاك الشيء. تلاين. هما رافقوهم في خريبكا وكذا وكذا. ولكن رغم ذلك تكون هناك انزلاقات لانه ماشي كل شيء من عينه وحده. غادي نرجع لك والسمين غادي نرجع لك استاذ مصفور. حمزه شنو عجبك ولا ما عجبكش في هذه اللقطات اللي شفناهم في الزابين؟ هو بان الجمهور ديال الوداد ملي كانت تنقل تنقلنا مزيان جينا تفرجنا في الماتش راجعين، ولكن هذاك الشيء اللي تدخل هذاك راه ماشي جمهور ديال الوداد ولا جمهور ديال خريبكه، هادو غير متطفلين ما باغي غير شفار باغي يدي حوايج ديال بنادم باغي ينوض الشغب وصافي. انت من بين المشجعين اللي مشيتي للخريبكا وفي الرجوع ديالكم في جماعه ثلاث الاولاد شنو وقع لكم بالضبط؟ هو اول اللي وقع لينا كنا مشينا مع الخليه الامنيه مزيان، وبهذا المنبر نقول تحيه خاصه للامن الوطني مديريه الامن الوطني. مشينا مع خليه الامنيه دخلنا التيران تفرجنا، كان بعد واحد كان بعد واحد المشاكل اللي كان على الاقل سوء التدبير ديال المسؤولين. دونك جاو شي وحدين ما عرفتش شكون هما؟ لا قلت سوء التدبير ديال المسؤولين. المسؤولين باش بان بنادم تيبع لك ورق مزورين، بنادم كيفاش غيدخل يتفرج في هادشي؟ وانت ما تخرجش بها تيران ورقه انت شاريها، وعاوتاني ضعف ثمن تذكيره الضعف، راه كاين في ديبلاسمون تطوان راه ولا ثمن تذكيره ديال 20 درهم وليت تاخذ 150 درهم. هادشي هو اللي جاب لي ونوض هاد الفوضى، ولكن ماشي جمهور ديال الوداد هو اللي مسؤول على هادشي، هو تنحملوا المسؤوليه هذوك واحد الملتزقه راه ماشي جمهور هادو. جاو شي وحدين اذا ناس ما كتعرفوهمش ما عرفتيوش من اين فرقه ولا جمهور ولا كاع ربما من اين مدينه وتهجموا عليكم وتعداو عليكم. راه هادشي اللي كان تعداو عليه ما، ولكن راه اش نقول واخا غادي نرجعوا لهادشي كامل وغادي نعمموا النقاش ماشي غير على هاد الحادثه فقط. هشام شنو هي الصوره او الكلمه اللي طارت الانتباه ديالك؟ اللي طار الانتباه ديالي هو انه في السنوات الاخيره ولات عندنا واحد الفكره كترسخ عندنا، اشنا هي؟ هو انه الحادث في الرياضه المغربيه ولا كيتخلق في المدرجات اكثر ما كيتخلق في ارضيه الميدان، كل شيء كيبدا كيضرك على المستوى طاح، البطوله رجعات، الكره ما كايناش كذا.
ولكن في في في, في الجهه المقابله كل شيء ولا كيتحدث ان الفرجه كاينه في المدرجات، الفرجه من خلال التيفوات، من خلال الاشياء اللي كدار، من خلال الطريقه اللي كينشطوا بها الجمهور الملعب. ولكن اللي ضاف لهذا الشيء كامل هو انه مابقاش فرجه بوحده، ولا العنف حتى هو كيخلق الحادث في المدرجات، هذا بشكل عام. التسلسل ديال الاحداث والتطور ديالها خلق واحد المشكل اخر، هو انه هذا العنف هذا اللي ولا هو ظاهره سلبيه كان حوادث معزوله، الان ولا متكرر، هذا ما يعني انه ولا ظاهره. الخطير في الامر انه هذا العنف هذا كان كذلك مرتبط بالملعب، الان انتقل للشارع، انتقل للشارع، انتقل لمحيط الملعب، انتقل لهذاك المسار اللي كياخذوا بعض الجماهير. ما كنقولش لان ما يمكنش 60000 اللي كتجي تفرج في الملعب او 50000 او 40000 كلها كتجي من اجل الشغل. فاذا كانوا غير 10 عندهم سؤنيه وكان عندهم ذاك سبق الاصرار والترصد كما قال السي بوسفور، فهذوك كيخسروا هذيك الصوره اللي هي ممكن جميله. ولكن انه الحل اللي يمكن انه خصو نبداو نفكروا فيه هو اشنو هو السبب الحقيقي ديال هذا العنف؟ واش هي الرياضه؟ لا اعتقد. واش هذاك الجمهور هو فقط خلقات والرياضه ولا طاع علينا من شي كوكب اخر؟ لا، هذاك الجمهور هو نتاج ديال التربيه ديال المجتمع المغربي، ديال واحد الفضاءات ديال التنشئه اللي هي المدرسه، اللي هي الشارع، اللي هي الاسره. وبالتالي فكنظن انه كاين خلل، كاين خلل ديال ذاك التراكم ديال واحد التربيه، ديال واحد التنشئه معينه، اللي يمكن انه الرياضه شكلت لي واحد الفضاء. لماذا؟ لانه كاين هذيك النظريه ديال لافول، ديال ذاك الحشد اللي كيكون هذوك الناس اللي يمكن كيديروا اعمال سيئه كيستغلوا انه هذاك الحشد باش يمكن يتضرقوا فيه. هذاك الحشد كيأثر حتى هو على العقليه ديال الانسان، لانه ممكن انك انت التصرف ديالك كيتبدل ملي كتكون بوحدك، ماشي هي واحد من الزعام ملي كتكون في الجامعه، لان ملي كتكون في قاطيع ماشي هي انك انت كتكون بوحدك، يعني مبادره شخصيه كلها. فهنا خصنا نوعاو بانه نديروا الاسئله الحقيقيه. هو واخا تكون كاع الروح الرياضيه، اي واحد ما عمره ما كيبغي ينهزم، كلشي كيبغي ينتصر، والا كنتي عاد محب للفريق وداخل الجمعيه ولا داخل الالترا كتشجع الفريق ديالك بجميع الجوارح ديالك. ولكن قلتي واحد المساله مهمه بزاف، اللي هي ربما الرياضه ماشي هي السبب ديال هذا العنف ولا ديال هذا الشغب، ولكن يمكن هذوك المزايدات اللي كاينين ولا جمهور كيتحلف على جمهور ملي كيجي يستقبلوا حتى هو كيقول لها بلاتي الى اخره. النتيجه ديالو هو ولا السبب ديالو هو النتيجه، لانه انهزم اللي كان مشى عندك ذاك الجمهور. هذيك النتيجه، يمكن هذيك النتيجه اللي كتبان لينا حنا يعني في هذيك اللحظه، ولكن النيه المسبقه ديال انني نكون عندي، يعني واخا تربح الفريق لا، لانه ديك النزعه ديال العنف، هذيك النزعه ديال العنف ماشي عند الجمهور كامل اللي كيحضر الملعب، وماشي الجمهور كامل اللي كيحضر الملعب اللي كينهزم الفريق ديالو كيدير رد فعل سلبي. فكاينه مجموعه ديال الناس اللي عندهم هذيك النزعه ديال العنف. لماذا عندهم ديك النزعه ديال العنف؟ واش نتيجه تربيه، نتيجه حرمان، نتيجه ان هذا الانسان هذا عنده تراكمات اللي هي نفسيه، ولا يمكن انه عنده عقد اللي يمكن انه كيبغي يفجرها، عنده واحد الاحساس بالنقص كيقلب على الموقع ديالو في المجتمع كيبغي يديره في الملعب. لانه الملعب راه عنده خصوصيه، الملعب ملي كندخل ليه الملعب راه هو من اكثر الفضاءات حريه بالنسبه للمغاربه، لانه وصل المنحرفين بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هو سمحتي يا سي هشام باش نبنيو على هذا التصور، وانه المجتمع فيه التشرميل، وصلنا لظاهره التشرميل، والتشرميل انتقل للملعب. باش نكونوا واضحين، كنا تنطرحوا السؤال السيسيولوجي تنقولوا واش الملعب اللي انتقل، العنف في الملعب انتقل للمجتمع ولا العنف في المجتمع اللي انتقل للملعب؟ فينالمون راه داك الترميل ديك دوك البساله ديال الزنقه، وديك البصاره ديال المواس، وداك داك النوع الفتوه ديال ولد الدرب، هو الواعر، هو القبيح، هو كذا، هو اللي ما تيحشمش وتيتصدى لجميع الناس وداصر وما تيحشمش من حد، هو هذاك العينه منها انتقلوا منهم واحد العينه للملعب، ومن انتقلوا للملعب ركبوا على واحد الحركه اللي هي جميله جدا عالميا، هي لي زولترا. في واحد المجموعه الطقوس، في واحد المجموعه اللي هي تمشي في اتجاه تكريس واحد النوع من التواصل مع المجتمع والتواصل مع الفضاء الفرجاوي بواحد الاساليب وطقوس عارفينها هما لي زولترا. ولكن تيجي شكون تيندس عند الداخل ديالهم؟ حتى هو عضو، ولكن عنده انحرافات كما ان اجسام اخرى مهنيه فيها هذا وظيفه معينه فيها ناس مزيانين، كاين ناس اللي مزيانين كذلك الجمهور. فاذا هاد المساله ديال المجتمع نعطيو تدقيق اكثر على مستوى الملعب. الملعب كان عندنا واحد النوع من القباحه في الملعب، تم القطع معها بشكل من الاشكال. ما بقاش نشوفوا شي واحد تيلقز لنا الملعب بزاف، ما بقيناش نشوفوا شي ظواهر سلبيه اكثر.
دخلنا للشارع كان تيضرب لنا الشارع، جيت القهاوي جيت من الكاسكروطات جيت من كذا كذا، بدا يقطعوا مع الامن الوطني الجوار ديال المدينه تقطع معاه. فين مشاو دابا؟ خدا الملجأ ديالو في المناطق والتقطعات الحضاريه اللي خارج على المدار الحضاري اللي تقريبا ديال النفوذ الدرك الملكي، فما بقاش واحد الجانب وديك هذوك من فوق الكارونت الفوق تيكون واحد مجموعه ديال الفراغات، فبالتالي هما تتلقى شي قرى نائيه وكذا اللي ما فيهاش واحد التعزيز كبير من ناحيه كاين الطرق الوطنيه وكاين حتى المحطات ديال القطار دابا ماشي بدا تيكونوا بعد لي زولترا او بعد الجماهير اللي محسوبه على لي زولترا تيمشي تيدخل على ديك الحانوت وديك الدكان وتيسلب له واحد المجموعه ديال المقتنيات، لكن ملي تيرجع المره الجايه راه محلفين فيه هذوك، تكون واحد النوع من 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 ردود الفعل وانتقامات، ماشي ما كاينش شي حاجه جايه فابو، ما كاينش شي حاجه شي كاين فعل وكاين رد فعل، بالتالي حنا كما قال السي هشام حنا امام واحد الظاهره اللي هي في لا فان بروسيسوس نهايه المسلسل، كما قلنا قبيله في الكواليس بان حتى تكون الجريمه عاد تدخل البوليس، فبالتالي كذلك انا ما كاينش الجريمه علاش ندخل كأجهزة أمنية متعددة أو كنهضر على المديرية العامة الوطني تيكون فعل الجرم شنو هو جسم الجريمة شنو كاين؟ كاين سؤال الجريمة فينا هي ما كايناش ما تدخلش، ولكن من تولي تسطح ودخلوا بعضياتهم ديك الساعة تيبان لك بأنه راه هذاك تراكمات لواحد المجموعة. دابا خديتي الخريطة المغربية مع الأسف غتلقى واحد 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 الناس الفرق المغربية 16 فرقة في البريمير ديفيزيون ما كاينش الفرقة اللي تقريبا ما عندهاش خصوم مع فرقة أخرى تكاد كلهم تقريبا تكاد بلا ما نجبد السميات ديال الفراقي باش ما ندخلوش في شي تصنيفات. فبالتالي دابا كيفاش غدير البرمجه ديال المقابلات كره القدم على مستوى الجامعه وعلى مستوى المديريه العامه الوطني في المتابعه، واش شي تلقى هذا مع هذا كيفاش غدير باش تحمي الجمهور الاخر اللي مسافر وتعرض له في الطريق؟ وما كاينش مثلا ما عرفتش حيت تتكون الجريمه وعادي يكون التدخل اكيد انتم كاين استباق مهمه ديالكم صعبه وشريفه ونبيله، ولكن شنو هما الاجراءات الاستباقيه من اجل حد باش تشي دابا هضرنا على الخليه ديال اللي تتمشي تترافق الناس ديال الجمهور العريض تمشي معاه، ولكن هي برغم ان تمشي معاه تيكون العدد مثلا 3000 واش غدير 3000 شرطي مع هذوك الخليه؟ يمكنش تكون واحد النسبه مئويه ديال مثلا 40 50 غادي يكونوا القدام الوسط هذا، يمكن غير في حلقه من الحلقات ديال داك المشوار ديال الكونفوا اللي غادي وواحد فيهم نزل غير ياكل واستفز الساكنه او العكس الساكنه استفزته الله اعلم غادي تشعل تتشعل. بالتالي حنا المساله مطروحه للقضاء ما نقدروش نجاوبوا عليها. اكيد بغيت نسولك معنا سي محمد الجمالي كذلك، انت كتنتمي لالترا ايجلز ومشجع الفريق رجاء البيضاوي، كيفاش تبعتي الاحداث ديال السيمانه اللي فاتت ديال نهار الاحد ديال ثلاث الاولاد وعلاش في نظرك تكاثر هذا الشغب في الملاعب وخارج الملاعب؟ بالنسبه لنا سي هشام تيهضر من منظور صحفي والسي بوسفور كيهضر من منظور امني، انا بالنسبه لي اعايش الظاهره منذ دخلت المغرب في 2005 وعايش دي جينيراسيون في هاد الناس لي زولترا. اش غادي نقول لك؟ اهم شيء خصو يكون في ان جروب اولترا هو خصو يكون الناس اللي صاهرين على ذاك الجروب اولترا عندهم نيه حسنه. الا لقيتي ان جروب اولترا فيه الناس ماشي عندهم نيه حسنه ولا فيه ناس حاقدين كما قال السي هشام عندهم واحد الحقد دافين ولا جاي باش يفرغ المكبوتات ديالو، عرف بان هذيك الالترا غادي تمشي للهاويه. وبلا ما غنعطي اسماء، مجموعه ديال الالترات اللي تاخذوا واحد ما قدروش يسايروا الركب اللي مشات فيه، مثلا انا كنهضر على جماهير الرجاء اللي ما قدروش يسايروا ذاك الركب اللي وليتي كتكلاسا دوزيام تخوازيام في لو موند ولا هذا، دونك فين غادي يبين الصوره ديالو؟ هو مراهق خصو يبان تو في فيسبوك درت هذه انا قبيح هذه، كيمشي كيفرغها في العنف وكيمشي كيبدا يدوز لدوك التري الصغار اللي هما تحت الرقبه ديالو كيدوز لهم واحد المسائل اللي خيبه. نرجع لك بالنسبه للاحداث اللي طرات كما قال سي بوسفور يمكن كان انتقام يمكن هذا، ولكن حنا ما تنعموش، ماشي كل الجمهور ديما خيب وماشي كل الجمهور مزيان، يقدروا يكونوا عناصر داروا شي مشكل ومن بعد كان انتقام وهذا، ولكن هذا الشيء ما غاديش يتقبل لان حتى ذاك رد الفعل ديال الناس ديال المنطقه اللي داروا هذا المشكل حتى هما ما كانتش فيهم المواطنه، لان الانسان المواطن الا تعدى عليك شي حد كتمشي للقضاء ما كنمشيش ننتقم، حنا ماشي في عهد الجاهليه باش غادي ننتقم ونتسناهم ونتحلف لهم. هذا هو اللي هضرتي عليه في اطار الجماهير
هذوك داروا لنا فريمون كاين بزاف د العداوات في المغرب وهاد العداوات ما كاينش غير في المغرب راه لي زولتخات هما ساهموا في العنف باش نكونوا واخا حنا فاصيل فيهم علاش لانه الالتخام بنيه على التعصب للفريق ديالك والمدينه ديالك حتى لي زولتخات هما كما قلت بالجمهور مراه كتلقى دي زولتخا براش بهذا المعنى بلا ما نقولوا مراهقين براش الا لقيتي التخا شادين البراش بهذا المعنى راه غادي يخسروا الصوره شنو هما التصرفات الغير رياضيه والغير مواطنه اللي كيقوموا بها بعض الافراد ديال بعض لي زولترا مثلا انت عندك ليكسبيريونس عطينا امثله وقربنا من الصوره شغني نقول لك كاين واحد القضيه اللي قال بوسفور انه كاين دي جون اللي عنده حرفته هي تبع الرجاء ولا تبع الوداد دونك ما هو ما عندوش الفلوس دونك الانسان فاش كيديبلاسي وما عندوش الفلوس يقدر يدير لك مشاكل لانه غيبغي يشفر باش ياكل غيبغي يكمي غيبغي تبا كاين ثاني اخر هو التخدير هذا مهم لانه الناس اللي مخدرين تنتظر منهم اي حاجه كاين واحد العامل اللي اساسي في الاول هو الناس اللي كيتبعوا الكره ما غاديش نقول الغالبيه ولكن كاين واحد الفئه كبيره اللي اميين البلاد ديالنا فاني واحد النسبه ديال الاميه دونك ماذا تنتظر راه الجمهور الكره هو مجتمع مصغر داك العنف اللي كاين وداك الشيء راه كاين حتى في الشارع السب راه كاين في الشارع دونك كينتقل كما قال سي بوسفور راه انتقل للتيران دونك كيف ما كنت انت كتخرج للشارع وكيبان لك كاينه مضاربه راه ممكن طرا غير هو خص باش غادي نوصلوا باش غادي نوصلوا للحلول داكشي خص وقت ولكن علاش ما تحاولوش تصفيو نتوما هاد المشاكل من الاول في شروط الانخراط الترا ديالكم غنرجع لك الا جيتي دخلتي كنتي متبع سي بن جلون الا تبعتي راه خصك باش تعرف شكون هاد الالترا اللي ملتزمه ولا ما ملتزمه خصك تتبع مثلا حنا في الجروب ديالنا الترا ايجلز هاد العام هذا درنا 18 سنه كشرط زائد واحد القضيه اخرى انه شرطنا انه الشخص اللي مثلا عارفين عليه عنده شي اعمال مشينه ولا كيدير لنا مشاكل ما كان اضر ولا عنده صوابق زائد شخص اللي مثلا كان في واحد المجموعه وجا عندنا مثلا قبلوش هذا الشيء درنا ان شرط بيناتنا حنا باش ننقيو والحمد لله عطات الصدى ديالو ولكن دابا واش كل كاع الافراد عندهم اكثر من 18 عام وكلهم ما عندهمش صوابق ما تقدرش تقول لي اه لا ماشي ما ماشي صوابق عدليه ما عنده صوابق عدليه ماشي عنده صوابق يقدر يكون عنده صوابق عدليه داك الشيء شغله ولكن حنا كنهضروا الصوابق في اطار الفيراج ولا في اطار ديبلاسمون دار لك مشكل ولا دار لك مشكل في وسط الجروب حنا كنحاولوا فريمون كما قلت انا باش نرجع لك على الكلام ديالي كنحاولوا فريمون نقيو الجروب ديالنا نفس السؤال بالنسبه لك حمزه ولا هذا السؤال موجه لي واش الشرط ديال الاديراسيون ديالكم تيطلبوه فيش بيرومتري حيت قلتي تطلبوش الناس عندهم صوابق عدليه لا ما عندهمش بنادم باش عرف تيكون عنده صوابق عدليه ولا ما عندوش لا راه لا عنده صوابق عدليه ماشي مشكل عم يديرش عندي انا الصابق صوابق في التيران فهمتي عم يدير الصوابق في الارض لا بغا يدير انت قلتي صوابق عدليه باش بنادم خصك ملي تقول شي حاجه تقول الاطره ديال تقول ما خصنيش كاين واحد الشروط بنادم خصو باش يتاضر على قلتي دول الالترا ديالكم ماشي تتعمم دول الالترا ديالكم هاد الالترا وينز الوينرز عندها شروط باش تدخل كاينين دراري متقفين واعرين كاين اللي عنده باك بلس 5 ماستر ومقابل هاد الالترا تيسهروا عليها ماشي الناس الدراري براش كي قلتي انت واحد الدراري براش باش عرفتيهم براش ما عندك حكيني واحد الالترا يعني قنا كاين شي طلعوا تيفو تيطلعوا فيه هاد الميساج تيوصلوه يا اما توصلوا للعابه يا اما توصلوا للمدرب يا اما توصلوا للجمهور يا اما توصلوا استعرف بنادم اللي شي التيفو وال الوينر شنو بغا دير ماشي هضرتي انا ما هضرتش على بعدا الالترا ديالك هذه الاولى ما كنهضرش انا كنهضر اون جينيرال فهمتي ديال الاولى بعدا الا كانت واحد الالترا فيها البراش راه غادي تكون الالترا ديال المشاكل وما هضرتش عليك انت ولا على الجروب ديالك ولا على شي جروب اخر انا كنهضر اون جينيرال في العالم كامل راه في الارجنتين كاين دي جروب الترا كيديروا مشاكل كيسميو راسهم واحد الجروبات اجراميه كيمشيو كيقولوا عندهم هدف شنو هو شفاره ما كنهضرش في المغرب انا كنهضر في العالم كامل وما كنهضرش على جروبك ولا جروب هذا ما كنهضر على حتى شي جروب فهمتيني هذا هو التبرهيش لا سمحتي لي ربما تيشرح السي جمالي هو انا تيقصد تبرهيش عقليه ماشي السن وكتبقى اقليه ماشي دراري صغار تيشاركوا بالعكس انت باقي صغير حقك تشارك هو تيهضر على انك تكون صغير تكون ناضج تكون كبير تكون ناضج ما مرتبطش بالسن مرتبطه بانت تربيتك كي داير وسلوكك في المجتمع سي محمد انتم كتواصلوا مع الامن الوطني بيان سور دائما مثلا تيفو قبل ما ماشي مره ماشي جوج قبل ما ديروه كتقولوا شويه الميساج لا يكون فيه ولا غير لا هذا الشرط من الشروط اللي شرطناه النهار الاول باش يكون واحد التعاون وانه علاش حنا مثلا هذا واحد القضيه خصك تعرفها بانه الالترا في المغرب راه طرات المغربه ديالها هذا خصك تعرفها لانه الناس في برا مثلا عندهم واحد المشكل مع لي زولتخا ديالهم وانهم لي زولتخا ديالهم ما تيبغيوش يتواصلوا مع الامن
ولكن تما عندهم مشاكل اخرى، عندهم حقوق، عندهم ماشي بحالنا حنا. دونك حنا حاولنا اننا المغرب، وعلاش؟ لان الا جينا نمشيو في داك السياق ديال الالترا لو بيغ الترا اللي كاين في لو موند راه ما غينجحش في المغرب. دونك كاينه واحد المغاربه، حنا كيكون التعاون في اطار لوجيستيك، هو انه مثلا غنجيو للتيران مع الساعه الفلانيه، غندخلوا العناصر ديالنا، العدد ديال العناصر اللي غيشاركوا في التيفو، باش حتى البوليس حتى هو يدير التقييم ديالو. الا كنا حنا غنكونوا 100 خصو يكونوا هما 50 ولا 20 ولا شو هما شنو هو، زائد خص تكون الحمايه ديال الملعب، زائد هذا هنا. ولكن باش غادي تدخل ليا في الافكار ديالي ولا داك الشيء امبوسيبل، وحتى الامن ما تجرأش يطلب منا هذا الشيء، لانه عارف ان هذيك حريه شخصيه وهذيك شي حاجه اللي كنعبروا عليها حنا، على شرط انه الانسان الا دار شي ذنب راه غادي يتحاكم عليه. هذا راه باين النقابات والاحزاب السياسيه في اي بلد من البلاد الديمقراطيه راه تيقول لك انا شنو هما المسائل اللي عندي والرخصه وكذا والنيابه العامه وسيد الوكيل الملك الى اخره. فبالتالي اي الشروط ديالنا حنا لانه بالنسبه للزولترا راه ما تيفرضش علينا باش يدخل الملعب بالشروط ديالو هو، لان هذا فضاء عموم كتدخل لي عندك تذكره، دخل ما دير لي راه تيفو ولا جوج ماشي بزمنا. هذا غير في اطار التسهيلات، بان كانت الروح ديال حسن النيه ديال لي زولترا اللي باغي المعقول وباغي يدير الفرجه، باغي يوصل واحد الميساج هادف. لان شنو بان لك انت واحد هز الرايه تيقول لنا نابورت كوا في هذا، فتيتقلب تيتم التفتيش تيضايقهم بعض الاحيان، ولكن تيكون واحد التوافق في حدود الدنيا انه هذا الميساج هذا شنو بغيتوا تقولوا به الله يعاونك. تيكتبوا بانه الميساج ما تيمشيش. كيفاش بعض الاقليات ولا بعض الافراد كيدخلوا للتيران في اي مدينه مع اي جمهور، كيدخلوا معاهم الجناوه، كيدخلوا معاهم الزراوت، كيدخلوا معاهم العافيه، كيدخلوا معاهم المخدرات، الاسلحه، هذا الشيء كاين. كيفاش ما نهضروش لغه الخشبه سي بجو، هذا فضاء عمومي عنده واحد الترتيبات، تمشي حتى للبرنابيو، تمشي حتى للكابنو، تمشي حتى عند السيميلو، تلقى مدخل لك العجب، كاين الكراكاج وكاين الفيميجين، الفيميجين ماشي معاقب عليه. كاين فصل ديال القانون 099 يعاقب عليه، ورغم ذلك تلقى بعض المرات مئات الفيميجينات كاينين في الملعب. فين؟ في سان سيرو. سان جيرمان لعبة مع كذا كذا. فبالتالي بالنسبة لنا حنا اللي تيهم كاين بعض الأشياء اللي كاين أولويات. السلاح الأبيض ماشي هو الفيميجين. واحد هز شي حاجه تضر بالماس بالجماعه لان يقدر يهد حياه اشخاص، هذيك حاجه اخرى. كاين مستويات في التعامل، ولكن كاين المحظورات والقانون ينص عليها بحذافيره 09 انه ما كاين لا في ميجي لا هذا، تيكون مجهود مبذول. ورغم ذلك كان المجتمع على السلاح الابيض كاين ممنوع غير في التيران، راه ممنوع في الزنقه، تيتقبط 1.303 مقرر قانون الجنائي لاستعماله السلاح للغايه المشروعه. انت كزار، انت خراز، انت نجار، للمهنه تبرر حمله كان ذاك السلاح، ما كاينش اداه واخزه، اداه ضاره، اداه ثاقبه الى اخره، واحد مجموعه الادوات تكون عندك، تيمشيو للبوليس تيدقوا عليه تلقى عنده حانوت ديال نجار، السيد فنان نجار، تيحلوا المحل ديالو، سير اسيدي الله يعاونك، تحقيق الهويه. فاذا ما يسري على الملعب يسري على الجميع. دولينا شويه حمزه على حب الفريق ديالك، والى اي حد مستعد تمشي شي نهار ولا مستعد دير شي حاجه من اجل حب الفريق ديالك؟ هو الفريق الالترا، هو الفريق الوداد الرياضي، هو فريق كبير تاسس سنه 1937، ومني انا مني تزاديت وانا ودادي تنعرف الاب ودادي والام وداديه، يعني بالسيف ما غاتكون ودادي. والفريق ديالي هو فريق نتمنى يمشي بعيد، واخا هاد المشاكل اللي كاينين تنتمنى ان الفريق ديالي يمشي بعيد. وعلاش في نظرك مازال كاين هاد الاحداث ديال الشغب؟ كلوب ديال الوداد تعرضوا لواحد الاحداث الشغب في وسط الكلوب ديالهم في بوسيجور، شفنا الماتش ديال الجيش الملكي ودفاع الحسني الجديدي، شفنا مؤخرا عاوتاني الوداد وخريبكا. علاش هاد الشيء مازال ما لقينا ليه حل؟ علاش مازال الشغب في نظرك انت بما انك تشوف هاد الشيء من الوسط ديالو عايشو في التيران؟ هاد الشيء راه ماشي، هاد راه ماشي جمهور، هذا راه ماشي جمهور ديال الوداد ولا جمهور ديال كي كيدير الرجاء ولا شي حاجه. هذا تكون داخل كي قال لك الاستاذ، كي قال لك راه داخل باش ينوض الفتنه بين الجمهور، باش ينهب ولا يسرق ولا اي حاجه. اما جمهور ديال الوداد انا تنبرئ من هنا من اي حاجه تيديرها. وكاينه مازال العداوه تجاه بعض الفرق ولا كلكم خاوه؟ لا، العداوه حتى شي حاجه، لا الحمد لله بين الوداد ورجاء خوت، ولكن تتبقى بيناتنا حرب كلاميه. يعني شي بحال الوداد تطلع تيفو، الرجاء تطلع تيفو، الوداد طلعت تيفو احسن من الرجاء، والرجاء طلعت تيفو. ديما تيكون واحد التنافس بيناتنا، تيوصل واحد الميساج يوصل لين تيكون توصل الرجاء، واحد الميساج يوصل حتى بحال كيف ما كاين.
واش سي هشام الالتراس عندهم دور ومسؤوليه في الشغب خارج الملعب؟ يمكن انه كما قال السي جمالي فكاين اشخاص اللي يمكن انهم كيكونوا مؤطرين كيكونوا مسؤولين كيكونوا في واحد المستوى معين، ولكن فين كاين الخطوره هو انه الالتراس هذه يمكن انه ولات ذريعه بالنسبه لمجموعه من الشباب المنحرف انه كتخترق، يعني واحد النوع من الاختراق لهذا الالتراس هذا، يعني يمكن انها كتلبس الكاسكيطه ديالو انها كتولي كتعبر عن الانتماء ديالها ليها، ولكن في النيه ديالها هو انه تبحث على واحد الغطاء اللي يمكن انه تخفي فيه مجموعه من الممارسات، وهذا هو اللي كيخلي انه كيلصق هذه الصوره هذه بعض الاحيان بالالتراس اللي كتكون هي يمكن انه جاده وكتكون انها ملتزمه ومنضبطه للقوانين الى غير ذلك، فكنظن انه هذه حقيقه ما يمكنش انه غتنكر، ولكن فين كاين الخطوره هو انه بعض المؤطرين اللي كيكونوا في هذا الالترا هادو يمكن انهم خصهم ينتبهوا لواحد المساله، هو انه التاطير ماذا يعني؟ هو انك كتربي واحد الناس على واحد النوع من الممارسه على واحد النوع من السلوك، فاذا كان هذاك السلوك سلبي اللي ربيتي عليه فيمكن انك كتخلق اجيال اخرى اللي يمكن انها كتكون عنيفه، يمكن انها كتختار واحد المسار اللي هو غير قانوني، والعكس صحيح، فهاد المؤطرين اذا كانوا كيعطيو قيم وكانوا كيعطيو مجموعه من الاشياء اللي هي جيده فيمكن اننا غنساهموا في التربيه ديال هذا الجمهور هذا، ويمكن انه نربيو على مجموعه من الاشياء، لانه الرياضه المفروض في الرياضه شنو هو؟ هو انك تعلمك الديمقراطيه، كتعلمك التنافس الشريف، كتعلمك انك ملي تخسر كتحترم الخصم ديالك، ملي كتربح ما كتستهزئش بالخصم ديالك، القيم الجميله كدار الرياضه، لانه الرياضه الان في العالم اكبر نسبه ديال التدفق ديال الخبر في العالم هي رياضيه، اكثر من السياسه، اكثر من الثقافه، اكثر من كده. وبالتالي فكنظن انه هذه القيم اذا كانت جيده فكيكون عندها انتشار كبير، اذا كانت هذه الاشياء هذه سيئه فكيكون انتشار، لان كاينه تغطيه تلفزيونيه كبيره، كاين تغطيه صحفيه كذلك كبيره، وبالتالي فكنظن انه اذا كانت الاشياء سيئه فهي كتنتشر بواحد السرعه كبيره، كانت كذلك اشياء جميله كتنتشر، وبالتالي فكنظن هذا الحرص خصو يكون عندنا ديال سي بوسفور. دوك التهديدات، المزايدات والمشادات الكلاميه وحتى اللافتات اللي فيها بعض الرسائل المسيئه احيانا، واش هي اللي كتؤدي ان خارج الميدان وعلى برا ديال التيران يوقع العنف ويوقع الشغب؟ هو كاين مجموعه تراكمات، يعني ماشي ما تقدرش تضبط واحد السبب بعينه وتقول بان هذا السبب هو اللي المباشر لاندلاع فتيله واحد الظاهره معينه، يعني واحد التراكمات كثيره ما تقدرش تفصل بينها سوسيولوجيا ولا حتى من الناحيه المنهجيه. الى مثلا نعطيك دابا غير مسير او مدرب مشهور وكبير وجالس جالس في البوندو توش ودخل عند الحكم تيهددو بيلانتي ماشي بيلانتي كذا، فهذاك الجمهور اللي عنده 16 عام 17 عام 18 عام تيبان داك السيد عنده 50 عام، داك السيد عنده 49 عام، داك السيد عنده 30 عام، تيقول خينا دار قدوه دائما هذاك ما بروتيستا ما احتج الا حنا خصنا نحتجوا. هما شغب الملاعب راه في شغب اللاعب، شغب المسير، شغب المدرب، شغب الاعلام، شغب واحد المجموعه، حتى الاستفزازات لا كانت من 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 القوى العموميه، لا كان غير واحد دار لك مشكله راه يخلق لك مشاكل. فاحنا علاش مثل كل في الاكاديمي ديال المعهد الملكي للشرطه تندير واحد الدروس واحد التلقين انه نبعدوا على الاستفزاز مع الجمهور، يعني تكون في الملعب وتيكونوا المسؤولين الكبار ديالنا في الملعب تيشوف غير شرطي بدا تحكيكات معاه مع الجهه تيحيدوا يبدوا من بلاصه اخرى باش ما يكونش هو الفتيل. فبالتالي انا بغيت نقول لك بانه درجه هاد لي زولترا كاين اللي فيهم دابا تصنيفات فين وصلات، نوع يسمى او يسمي راسه عقلي وصلف يسمي راسه حربي. بالله عليك كيفاش بان لك انت كيفاش جرى لك انت دابا واحد تيقول انا حربي؟ شحنا في الحرب داحس والغبراء باش يسمى. كنشوفوا هادشي حتى في التسميات ديالهم، كاينين شي الترات اللي هذاك هذاك ما نذكرش عليها شي سميات، هو تيمس تدخل ديريكت في الهوليغانيزم وتيقول راسه راه الترا، حيت كاين مستويات ديال المتفرج لو بيغ دو فامي ديال نهار السبت والحد باغي يدير واحد البرنامج العائله وبغي يتغدى قدام مراته وولده للملعب، قليله ما بقاتش بزاف ما كرهناش. الجمهور الثاني هو ذاك اللي الالترا اللي تيمشي ويدير التيفو باغي يفرح مع فرقته وعنده ثقافه الكره، ثقافه الرياضه، كويري في عقله، ماشي كويري كان تيلعب في البرجيكو ولا كان تيلعب في الرباط ولا في مراكش ولا كذا، كويري في عقله ذاك الالترا. علاش؟ قبول الانتصار والهزيمه والتعادل. واش دابا 16 فرقه كاينه في البريمير ديفيزيون، واش كلهم غيديو البطوله والكاس؟ الحماق هذا، راه ماشي كلشي غيديو الكاس، ماشي كلشي غيديو البطوله. وبالتالي بغيت هنا غير باش قبيله هضر الاخ ديال الوينرز على انه كاين بعض الضحايا وكذا، وهضرنا على الضربه بالخصوص باش ميديا تيجيوش بزاف
الضحايا ديال الدار البيضاء وتنقدموا لهم الدعوه الان بالشفاء وكذا. كاين الجيش الملكي مشاو للحسيمه وعندهم واحد راه مصاب الان السي يوسف الشعبي, واحد ناطق الرسمي ديال الجيش الملكي واللي الولد العقل الرازين داخل هذه المجموعه ديال الجيش الملكي بفصائلها المختلفه. فباش باش ما تكونوش حنا اليوم الاعلامي صوت نصوغي على ان الدار البيضاء محور الدار البيضاء, حاولنا نستضفوا جميع الاطياف والراي والراي الاخر وقال اراء مرحبا بها, وماشي حنايا كنحبدوا الجمهور البيضاوي الرجاوي او الودادي, بالعكس هذه فقط عينه وتمثيليه صغيره على كيما قلت 16 ديال الفقره. زعما كل شيء بصفه عامه كيركز على بعض الضحايا ويتركوا اخرين. اكيد الضحيه ديما تيبقى ضحيه. إلا تقى شي واحد في ولادنا هادو صغار شباب تقاس واحد بإصابة بالغة, فخصنا جميعا نوفيوه وجميع تكون عندنا واحد السوليداريتي معاه. سي بوزفور غنبقى معاك قبل ما نعطي الكلمة للسي محمد الجمالي. اشتقنا لذوك النساء اللي كيحضروا للصطاد, ما بقاتش واخا هاد القضية ولات مؤخرا, ولكن دابا مع أحداث ديال العنف بنادم كيخاف, الدراري الصغار, العائلات, النساء إلى آخره, ما بقيناش كنشوفوهم بما فيه الكفاية. واش ربما كتظن أن إلا كانت تعزيزات أمنية أكثر غادي تجلب هذا الجمهور العريض للتيران؟ في الواقع هذا طرح لي واحد السؤال اللي فيه معادله صعبه, والراي العام والاعلام وغيره كثرتي البوليس الانزال, حيت درتي البوليس قلال, كاين اصوات تقول لك خصو البوليس يكون برا كاع, خصنا غير الاستادي. اش باقي شي واحد دابا يقدر يهضر مع الاستادي؟ هذاك اللي يلطرب راسو يهضر مع الاستادي يتصنت ليه؟ يعني القوه العموميه وما تيتصنتلهاش. فبالتالي تنقول لك انا بكل صراحه نكون واقعي, فبالتالي تيبقى باننا الفرجه هذا الان تنشوفوا في هذا الموسم الرياضي الكروي كاين واحد المستوى رتابع شويه, جماهير حضرات كاين, كاينش عزوف, ما كاينش عزوف, كاين واحد النوع من الحضور كثير تيبان في المدرجات الوطنيه, سير البركان, ملاعب بلديه, سير تطوان, سير الدار البيضاء, داك النهار الراجا لعب مع بركان ما مشيتش, يعني ماشي الكلاسيكوهات الكبار باحترامنا لفريق بركان وكذا, ولكن تنقول لك على التحدي الرياضي لونجو سبورتيف. ورغم ذلك 45 40 40 متطرف 40,000 زعما صراحه شيء يثلي الصدر, وداك بواحد الشكل غريب جدا. تمشيو للمدن الاخرى كلها كلشي كاين, ولكن واخا الماتشات منقوله مع هاد السلبيات وتمضي العجله راه غاده راه تدور راه لا تدور, ولكن رغم ذلك خصنا غير هاد, انا ما كرهتش هاد ليزولتا تكون واحد المصالحه وطنيه, ماشي حنا اللي غنديروها لهم كشرطيين كالمديريه العامه للوطن, مصالحه وطنيه بيناتهم في اطار كونفدراليه وطنيه كاينه في فرنسا كاينه في اوروبا, ويتلاقوا بعضهم ويمسحوا لنا هاد الصفحه هذه. لان الفرجه هذه دابا حنا دابا كاينه طريف ايفرنار وغندخلوا الدور 16 الدور 17 18 كان غنديروا دابا المقابلات الحاسمه, بداو نضربوا 1000 حساب ضربوا اخماس في اسداد, فراه ما خصناش نتسناو تكون المسائل كارثيه. وبالنسبه راه ليزولترا والجمهور العاري بصفه عامه باش ما نغبطوش الحق وما نبخسوش الحق للجمعيات, راه ما كاينش ليزولترا في التيران, كاين الجمعيات ديال المناصرين حتى هما عندهم الدور, لان ليزولترا حيت خداو النجوميه من خلال اللي تيفو وكذا, ولكن كاين جمعيات تشتغلوا في العمق ايضا. الا اتحدوا هاد الناس هادو هاد المكونات, ولكن هنا خص دور النادي يكون اساسي, لان دور النادي في الحقيقه غائب واحد الغياب يكاد يكبدو يكاد يطرح مجموعه اسئله, لان يعني النادي هو اللي تيأثر هذه, راه ماشي انا كالبريفي دو بوليس ديال مراكش والبريفي دو بوليس ديال الدار البيضاء ولا دار الرباط يعيط على ليزولترا يجلس معاهم, هذا دور النادي اصلا, راه هذا الغياب اللي خلى المبادره تاخذها المدير العام الوطني. حنا خدينا اول مناظره درناها حنا في المعهد الملكي للشرطه. شي اضافه ربما غير اذا سمحتي, لانه ماشي العنف بوحده هو اللي يمكن تساهم في ذاك العزوف ديال بانه يمشيو نساء الملعب او العائلات, كاين عنف اخر لانه العنف ديال البنيات ديال الاستقبال ديال الجمهور, ما يمكنش نساء يمشيو مثلا الملعب ما يلقاوش فيه مرحاض خاص بالنساء, هذه خطيره جدا, يعني المرافق الصحيه مثلا البنيه ديال الملعب ككل ما كتب, في حين انه ملي شفنا ملاعب من الجيل الجديد ولاو النساء كيمشيو لهم مثلا مراكش اكادير طنجه, يعني يغري مثلا العائله او نساء يمشيو لانه كيبقى واحد يعني واحد الحد الادنى من وسائل الراحه باش يمكن يتفرجوا المباراه واخا تكون ما تهمهمش, يعني ماشي العنف بوحده اللي يمكن انه كيساهم في هذا العنف. في طور التحضير ملي كنا كنحضروا في الحلقه محمد الجمالي قلت لي راه هذا المشكل غادي يبقى ومازال غادي يبقى ومازال الوعي ناقص بزاف, وهذا المشكل باش نحلوه ولا نبداو نحلوه راه خاص شي تقريبا 15 عام. شنو هي الحلول اللي كتقترح انت اليوم؟
قبل ما نعطي الحلول لان ما لخصناش باش نلخصوا الاسباب. الاسباب انا كنلخصهم في ثلاثه الحوايج. نقدر نقول لك اسباب اجتماعيه وهي اللي هضرنا عليها هي ديال الاميه اللي طاغيه في المجتمع ديالنا. كيفاش غادي تهضر مع واحد امي الا وجهتي الميساج لواحد امي وواحد على الاقل عنده واحد المستوى ثقافي ولا مستوى تعليمي فراه باين شكون اللي غادي يستوعب. كاين المخدرات الا وجهتي الكلام لواحد مخدر وواحد مساحي راه باين شكون اللي غادي يستوعب. كاين الاسره الا كان شي واحد اللي جاي من واحد الاسره مربيه عنده باه وعنده مو مغليين فيه وهذا وواحد جاي من واحد الاسره فهمتي كيفاش راك انت عارف اللي كاين راه ما يمكنش غيسمع لك لانه اصلا ما سمعش لوالديه باش غادي يسمع لك. كاين من باش ما نكثروش الاجتماعيه كاين انا واحد الجانب اللي قال السي هشام رمرم هو الجانب الرياضي هو شنو هو التربيه على الروح الرياضيه وقبول الهزيمه والانتصار. دونك الا كان عندك واحد الانسان وصلنا لان مرحله النضج ان الجمهور ولا ماتيور ولا تيقبل الهزيمه وتيصفق على المنتصر وتيفرح فوق الانتصار فهذا سبب ثاني. وكاين السبب الثالث هما الالترات باش ما نكذبوش فهمتي لان الالترات حتى هي زادت ذاك التعصب ولكن الالترات فيهم وفيهم فيهم الالترات اللي ملتزمه والالترات اللي مسؤوله والالترات اللي خدات واحد التوجه ديال الابداع وديال الفرجه وديال دفع الفرقه ديالها وكاين الالترات اللي خدات توجه ديال باغا تبان في الصوره بواحد بالعنف اللي بغى العنف يمشي فهمتي يمشي يديرو يمشي يمثل ولا واخا ما تيزحمنا الوقت شويه. الحلول بالنسبه لك هشام؟ الحلول هو انه الدوله خصها تلعب دورها لانه كاينه مؤسسات ديال الدوله اللي يمكن انها زايديها على الموضوع. ملي كنقولها زايديها بماذا؟ لانه الان رغم انه هذاك الشاب اللي كيقدم على عمل ديال العنف راه كيتعتبر في نظر القانون انه مخطئ ويمكن انه خصو يتعاقب وكذا ولكن راه حتى هو ضحيه ديال واحد التربيه اللي ماشي مناسبه ضحيه ديال انه يمكن كيفتقد المجموعه من الفضاءات اللي يمكن يفجر فيها الطاقات ديالو ضحيه اللي يمكن انه نظام تعليمي معين اللي يمكن انه دفعوا باش يكون الهضر مدرسي او انه ما يكملش قريته. يعني هذه الاشياء هذه الدوله خصها تكون واحد الدور استباقي ويمكن تكون دراسات اجتماعيه ونفسيه باش يمكن اننا نلقاو هذه الحلول هذه قبل ما نوصلوا انه الردع. حمزه اخر كلمه ولا ميساج الا بغيتي تدوز؟ هو نتمنى من جميع جماهير ديال الوداد الشفاء العاجل لخوتنا الامراض وتتمنى من الدوله بانها تدخل في هادشي ان شاء الله. ان شاء الله هادشي كنتمناو. غنتوقفوا دابا لحظات غادي ندوزوا للموضوع الثاني ديال المواقع الالكترونيه الرياضيه. قبل ما ندوزوا نسيت ما سولتك السي بوزفور انت اين فرقه كتشجع؟ نشجع الروح الرياضيه. جميل. نشجع المغرب والوطن. فريق الروح الرياضيه. والمعقول كما قال السي جمالي بانه بغينا الناس ذوي النوايا الحسنه. عشان تقول لك انا هذا السيد مريض خصنا نوجه لواحد الدعوه الله يشافيه ولا فلان ولا الجماهير ديال الوداد الى اخره الله يشافيهم كلهم ابنائنا لانه حنا من حب من منطلق الغيره ديالنا على هذه الكره وعلى هذه الرياضه. والغريب انه تيمارسوا في واحد الفضاء ديال الرياضه وكاين واحد الجانب ديال التعصب اللي هو كونتراديكتوار مع الرياضه. نضمنوا كاملين باش نساهموا في الروح الرياضيه. دابا جاتكم الهضره. لا اخر جمله فقط هو انه كنطلب من هذاك الشباب ديال اللي منخرط في شي الترا ولا هذا يتجاوز ذاك التقليد لانه التقليد كياخذوا داك الشيء كيامبورتيو من الاوروب يامبورتيو الحاجه الزوينه وكيقلدوا الحوايج. حمزه عندك شي اضافه ولا لونسيو الاشهار؟ لا لونسيو الاشهار. مرحبا بكم من جديد في الجزء الاول والرئيسي. دوينا على العنف والشغب خارج الملاعب. دابا غادي ندويو على المواقع الالكترونيه الرياضيه. هادشي كامل مع خالد الشريف. اي خويا واش ريالي ولا برصاوي؟ اخويا لا هادوك لا هادوك. كنت كنشجع غير الكراطه وصلت الصباغه. هادو هما الابطال هاد الساعه. السلام عليكم. سنة 2011 كانت واحد السنة مهمة في الانترنت. علاش؟ فحسب الإحصائيات الانترنت والتي هي المصدر الأول في البحث عن الخبر الرياضي وتجاوزت وسائل الإعلام الكلاسيكية اللي كنعرفوها. علاش هادشي؟ لأن الانترنت ولات كتعطينا جوج ديال الإمكانيات. أولا أنك تقدر توصل بجميع الأخبار الرياضية جميع أنحاء العالم بشكل سريع وآني. الإمكانية الثانية وهي أنه لنا كنقدروا نتفاعلوا مع الخبر الرياضي في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. كانت كتعطينا الامكانيه ديال النشر ديال كتابه التعليقات وحتى البارطاج ديال هاد الاخبار الرياضيه. هكذا ولينا كنتكلموا على واحد المصطلح جديد وهو المصطلح ديال لو سبور كومينوتير. اخويا ما تقول لي على اسود الاطلس لا بطوله وطنيه. انا كنشجع فرقه وحده اللي ما عمرها ما خدلاتني. هادشي علاش مؤخرا وليت كندخل شي باج فيسبوك ديال الرياضه بقدره قادر
تلقى كاع المغاربه تحولوا للمحللين الرياضيين كاع لي كومونتير ولا استوديوهات تحليليه. كما لاحظتوا ايضا حتى المواقع الرياضيه تزاد العدد ديالها بشكل كبير في السنوات الاخيره. هاد المواقع اللي كتحتوي على واحد المحتوى جد غني ولات كتنافس بشكل كبير الصحافه الرياضيه المكتوبه. وانتم عارفين قداش هاد المواقع كتنفعنا خصوصا فاش كنبغي نتفرجوا فشي ماتش وما كيكونش منقول في التلفازه. الو حميد عندك ليان ديال الكلاسيكو؟ حمزه ليان ديال الكلاسيكو عافاك. اسامه ما عندكش ليان ديال الكلاسيكو؟ والاخوان واعطونا بليان ديال الكلاسيكو عافاكم. والانترنت ولات وسيله مهمه ايضا حتى الانديه واللاعبين وحتى الالتراس طبيعه الحال باش يتواصل مع محبين ديال النادي وايضا وسيله للتلميع للصوره ديال الفريق. فخذوا مثلا غير الصفحه ديال كريستيانو غادي تلقاو ان فيها اكثر من 104 مليون معجب اي اكثر من سكان ديال المغرب العربي. غير 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 متناول الجميع. يا سيدي عرفتي علاش رونالدو هو اشهر رياضي في الفيسبوك؟ بحال كريستيانو كنيتو رونالدو. غير واحد القضيه اللي ربما لاحظتوها وهو ان الالتراس النشاط ديالهم في الانترنت اكثر من النشاط ديال الانديه ديالهم. اغلب المواقع ولا المنتديات ولا حتى الصفحات ديال الالتراس كتدخل ليك تلقى معلومات هائله ومعلومات كافيه على النادي ديالهم. تلقى ايضا الانجازات ديال النادي حتى الاغاني وايضا الفيديوهات ديال التيفوات اللي كيطلعوا خصوصا الا عرفنا الاغلبيه الالتراس كيمولوا هذا الشيء من المال ديالهم الخاص. الاخوان يلا يلا وجدوا راسكم اليوم غنديروا احسن تيفو في العالم. الاخوان بالي ما بقى فيها تيفو. جبدوا تليفوناتكم جبدوا. السؤال اللي نقدروا نطرحوه في الاخير واش الانترنت غتولي فعلا منافس لوسائل الاعلام الرياضيه الاخرى خصوصا التلفزيون؟ الصراحه ما نظنش لان الاحصائيات كتبت العكس. بالعكس غيكون واحد التكامل ما بين الانترنت والتلفزيون الرياضي. فخذ مثلا غير فاش كيكون شي ماتش ديال الكره ماتش في التلفزيون في نفس الوقت يكون ماتش اخر في الانترنت خصوصا في الفيسبوك. اللي كيدير التعليقات ها اللي كيخلي الشعارات ها اللي كيكتب فيسكا بارسا ها اللي كيكتب هالا مدريد كاين اللي كيكومونتي بتصاور وكيكومونتي بنتائج. ثم كاين انا اشنو كندير؟ اي شو وقع عند جيران؟ او على ما فراسكش راه اليوم الكلاسيكو. اوكي مزيان جول وسيدنا اش غنقول لكم قولوا باز وصافي تلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تبارك الله على خالد الشريف والفقره ديالو قولوا باز. الموضوع الثاني اللي بقى لنا فيه شويه هو المواقع الالكترونيه الرياضيه. بغيت نسولك هشام دوينا على النشاط والامبيونس كتكون وسط التيران دابا انتقلت لي تريبيون الى اخره وانتقلت حتى لخارج التيران. واش يمكن نقولوا هذه الفرجه وهذا النشاط انتقل للانترنت كذلك؟ طبيعي طبيعي لانه الانترنت ولا مظهر من المظاهر ديال الاهتمام الكبير بهذا النشاط الرياضي. لماذا؟ لانه الانترنت كيعطي ديك الصفه ديال التفاعليه وهذيك الصفه ديال التفاعليه يمكن انه كانت واحد المتنفس لمجموعه من الشباب انه كيبغي يمكن انه يعطي رايه يمكن انه كيبغي ينقل خبر يمكن حتى هو يولي عنده طرف في هذيك اللعبه. وبالتالي فخلقت لنا هذاك المواطن اللي كيولي حتى هو صحفي مواطن صحفي لانه هذه ولات حتى هي مهنه جديده. وكذلك فبالنسبه ليه فهو تا هو دائما كيتخيل راسه محلل كيتخيل راسه انه كيجيب الاخبار عنده يمكن انه وسيله ضغط كذلك على على المسيرين باش يدلي بالراي ديالو. وبالتالي فكنظن ان هذا الفضاء الافتراضي هذا فهو حاول حتى هو يحتوي هاد الشباب هادو بالاراء ديالهم ويمكن انه من خلاله كنعرفوا التوجه العام ديال هاد الشباب والطريقه اللي كيفكروا بها. حمزه تبارك الله الفريق ديالك متواجد بقوه على كاع الانترنت الشبكه العنكبوتيه. فسر لينا هاد الشيء كيفاش كتنظموا راسكم على لي باج الى اخره؟ تنظموا راسنا بوسائل الاعلام عادي كي كاين واحد الميساج تيوصل بيناتنا تنتلاقاو تنديروا رينيوات شحال من حاجه مزيان. الاعلام عنده دور خاص في هادشي. اكيد. نفس السؤال بالنسبه لك سي محمد الجمالي واش مثلا دوك الاغاني والتيفوات البدايه ديالهم كتكون في الانترنت؟ بيان سور الانترنت لعب دور كبير في التواصل. الى جينا نهضروا بصراحه الحاجه انا نهضر سلبي علاش لانه ماشي سلبي زعما شي ما عجبنيش هادشي ولكن غنهضر لك على السلبيات. هاد بقد ما قال سي هشام انها سهلات وخلات الناس ولكن طيحتنا في واحد المشكل هو انه الناس ولاو كيقلبوا على الصدق الصحفي في الانترنت. دونك هنا طيحنا في الاشاعه وشحال من مره انا كعيش في فريق الرجاء الرياضي اننا تعرضنا للاشاعه سواء الفريق سواء لي زولتخا لان كاين واحد الشخص اللي جالس في دارو عنده بي سي وعنده الانترنت دونك يقدر يلوصي اشاعه يلوصي شي معلومه صحفي على لاباج ديالكم راه الاشاعه صافي غادي تنزل. بيان سور سينو بوغ لورغانيزاسيون السؤال اللي طرحتيه على قبل لي زولتخا هو انه انا كنطلب من الناس
المواطن، كنطلب من المواطن انه الا بغى يعرف الخبر يمشي للحاجه الرسميه، بغى يعرف الخبر عند اي جروب ارتقى عنده صفحه رسميه واي نادي عنده صفحه رسميه ونكونوا مرتاحين. سي بوسفور سؤال اخير، واش الموقع الالكترونيه الرياضيه ولا فيسبوك الصفحات ديال الفرق الى اخره تقدر تساهم في العنف؟ خلال المواكبه ديالنا لهذه الظاهره هذه والاعلام الالكتروني ومن خلال هذا الفيسبوك ولي فوروم المنتديات ديال لي زولترا تيبان بانه واحد كاين واحد المجموعه ديال الاوهام خارج ما تكلم عليه السي رمرام والسي جمالي على الجانب المهني او جانب التقييد بالديونتولوجي اشاعه او خبر حر والتعليق الخبر مقدس والتعليق حر تيبقى انه الجانب الامني انه تيخلق واحد المجموعه ديال الزعماء وهميه من وراق واحد مورا كلافي تيفرعن تيدير اللي بغا وجالس تيدير يكتب اللي بغا وتيخرج بيانات وتيخرج بلاغات وتيحسب راسو ما عرف ولا تيحكم هو ما فهمش الواقع ديالو ما فهمش شكون هو وشنو موقعه من الحادث وشنو التاثير ديال داك البلاغ اللي خرج بلاغات ناريه وتيسطح ماشي شي 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 مواقف بعيده عليه وهو جالس يحرض واحد المجموعه راه داخله في التحريض سيدي اكيد تعرض على العنف تعرض على الكراهيه تعرض على كذا القذف في حق بعض الهيئات الرسميه او كذا وهذا ميساج للناس اللي كيستعملوا الانترنت يردوا بالهم ويحتاطوا ويمشيوا للصفحات الرسميه. شكرا بزاف لك سي بوسفور كنتي معنا، شكرا لك محمد الجمالي، شكرا لك حمزه، تبارك الله عليك هشام كذلك. كان الموضوع هو الشغب خارج الملاعب، ان شاء الله نتلاقاو السيمانه الجايه. شكرا للجمهور اللي حاضر في البلاطو، الجمهور اللي كيتفرج فينا، ان شاء الله نتلاقاو السيمانه الجايه. شكر خاص للطاقم التقني والفني اللي كان في الاخراج ديال هذه الحلقه هو ادريس تحية له. إن شاء الله تلاو بزاف بزاف فراسكم، تلقاو السيمانة الجاية وبيناتنا جينيراسيون نيوز.